انت طبعا مخضوضه ان انت شايفاني في الفيديو، بس انا اتضغط عليا جامد وقررت ان انا اعترف، فان شاء الله ما اترفدش. انا نيفين الفار، هيد اوف لوكال شوبس في طلبات، وصاحبه هدير بقالي 17 سنه. فخليني كده اديكوا فكره عن شخصيه هدير جوه المكتب وبره المكتب. كان نفسي الاقي حاجه بتتكسفي منها عشان اقولها، بس انت شخصيه قويه وجريئه وبتسعي ورا الحاجه اللي انت عايزاها. وهحكي موقف كده ليه علاقه بالموضوع ده. بعد ما هدير اخذت اجازه الوضع باسبوعين بالظبط، كان عندنا زياره من المانجمنت جايين من دبي للمكتب في مصر. واحنا قاعدين في الميتنج لقينا فجاه هدير داخله علينا بابنها المكتب عشان تكون جزء من الميتنج ده. طبعا الخلفة غيرت حاجات في هدير. اكتر حاجة هدير كانت معروفة بيها الانضباط في المواعيد. الكالندر بتاعتها شيء اساسي في يومها، بتحط فيها كل المواعيد وكل الحاجات اللي بتعملها. فكان دايما مواعيد الخروجات محسوبة بالدقيقة، ان لازم الخروجة نبقى بس في المكان الساعة 7، فنتحرك من البيت الساعة 7:15 وكده. بعد ما خلفت كانت هي طبعا فاكرة الموضوع ده هيكمل معاها، بس يعني اتصدمت بالواقع وانها خلاص مضطرة تبتدي بقى تتأخر عن المواعيد، انما بقتش ان كنترول قوي على المواعيد، فبدأنا نرخم عليها في الموضوع ده. حاجة تانية، هدير كمان بعد الخلفة بدأت تبقى ايموشنال اكتر، فبقت تعبر اكتر وتبقى بتدي سبورت وبوش اكتر بكتير من الاول. فده مش بس لابنها، لا ده بقى للناس كلها، وادر صحابها او الناس اللي معانا في الشغل، بقت بتعبر اكتر بكتير في بعض. لا هدير انت كويسة، انت متأكدة انت بتبعتي لنا؟ احنا هدير بطبعها بتبقى دايما بتسعى لاحسن حاجة في الشغل، عايزة شركتها تبقى احسن شركة واكبر شركة، عايزة تبقى احسن مدير تنفيذي. ده بقى بره الشغل بينطبق على الاكل. حب هدير الاكل ما بدأش في طلبات، بدأ من قبل طلبات بكتير. هدير دايما بتحب تختار الاماكن اللي بتسيرف احسن حاجة، فبنروح المكان اللي فيه احسن بيتزا احسن باستا، ولما بنقعد ما بنطلبش طبق واحد، بنطلب الاطباق كلها عشان نجربها. حتى في السفر كنا مرة في دبي عندنا سفرية شغل، وهدير عاملة بروجرام ان بعد ما نخلص المكتب حتى لو خلصنا الساعة 12 بالليل شغل، في مطاعم معينة لازم نروحها علشان دي من أحسن المطاعم اللي بتعمل أكلات معينة ولازم نجربها. اللي يعرف هدير أو اشتغل معاها يعرف إن هي بتحب اللعبة الحلوة لما تيجي للمقالب والمغامرات. دي بالنسبة لها وسيلة إن هي تكسر الحواجز بينها وبين الناس لو في الشغل، علشان يبقى فيه سلاسة في طريقة التعامل. فلو احنا في سفرية في أوتيل وحد قرر إن يلا نخبط على البيبان بالليل بتاعت الناس اللي تبعها، معنا بتبقى هدير اول واحده مشجعه للفكره، وتبقى اول واحده بتخبط الباب. نيفين طلعت كشفت اوراق. احنا هنتكلم في شغلانه نيفين بعد ما خلصت البرنامج ده. في فضايح كتير كده حصلت. دي الصور دي بتاعت فرح الكليه. فين راحت؟ فين دي؟ على يمينك اهي. لا ده فرح اختي. فرح اختك. اوكي. هما بيجهزوا هنا وبيلخبطوني انا. نوع غير حياتك؟ نوع عنده شهرين يا جماعة، واضح ان هو غير حياتي فعلا. ونزلك الشغل بعد اسبوعين، زي ام لسه مخلفة تعبانة ويقول لها رم عظمك وكلي فرخة وشربي شوربة وبتاع، وتاخدي ابنك وتنزلي وتروحي اجتماعات ما انا برم عظمي برضو واكل شوربة. لما عرفت انك بتاكل كتير بتحب الاكل. فضايح. والله بص، انا لسه ما عنديش خبرة في الموضوع، انا بقالي شهرين في موضوع الامومة ده، فهتكلم على اساس الشهرين دول. يعني من زمان وانا نفسي اكون الشخص اللي يعرف يجمع ما بين الحاجتين، ان انا اكون شاطره جدا في شغلي في نفس الوقت اعرف ابقى ام كويسه جدا. يعني انا عارفه ان دي ممكن تكون حاجه ناس كتير بتشوفها مستحيله، وانا نفسي ما اعرفش لو هي ممكن تحصل ولا لا، ولكن هو ده هدفي. يعني حاليا في اللحظه دي نفسي ان انا اقدر على قد ما اقدر اكون كويسه جدا في الشغل وفي الامومه في نفس الوقت. فازاي ده يحصل؟ انا بحاول اكتشف مع الوقت. خليه زي اي مشروع. فبعد اسبوعين كان عندنا زي ما نيفين كانت بتقول ناس جايين من الامارات، فانا حسيت انا اقدر اروح. يعني ما حدش متوقع مني ان انا اروح، ومش بحاول اقول باي طريقه ان اي ام متوقع منها انها تعمل ده. أيوة. خالص. اعملي اللي انت شايفاه مناسب. ده كان احساسك ساعتها انك تقدري تروحي؟ انا حسيت ساعتها ان انا اقدر اروح، وجوزي قال لي انا شايف ان انت بدل تقدري تروحي روحي، فشجعني. ما عادش ليه هو مع نوح وسابك تنزل؟ حرام برضه، ما هو عنده شغل برضه، كان أوكي. كان واخد اجازه الاسبوعين اللي قبلهم. فبصراحه خدت حد يعني بيساعدني، ورحنا احنا الثلاثه المكتب، وقعدت هو والبنت في المكتب، ورحت انا اوضه الاجتماعات وخلصت اللي ورايا ومشيت. طيب رجعيني الكريم علشان الوقت. رجعتي عملته، قعدته، اتناقشته، وبداته كريم في مصر.
وبعدين بعتوا الأوبر. اه ليه؟ ده ما كانش قراري بقى. ده الفاوندرز اللي في الامارات هم اللي عملوا كده يعني، ولكن كانت حركه يعني طبيعيه لان الشركتين كان في بينهم تنافس كبير جدا. السوق المصري كان يتسع لكتير. بس في الاخر لما بقت شركه واحده بقى فيها مشاكل كتير. ده انا مش مشكلتي دي، انا مشيت بقى من هناك خلاص. بس كان لازم حد فيهم يعني يشتري التاني عشان يقدروا يكملوا بطريقه مربحه اكتر من اللي كان فيها الوضع ساعتها يعني. حسيت ان تجربه كريم قادتك الى حاله من النضج؟ حسيت ساعتها انك سيده اعمال بجد 100% يعني. كريم كانت مدرسه. أي. فالواحد اتعلم منها مدرسه كتير. انت اللي عاملاها، انت شريكه في تاسيسها. انا اتعلمت كتير طبعا من المؤسسين اللي في دبي، وتعلمت كتير جدا من الناس اللي كانوا شغالين هناك، وتعلمت كتير من التيم بتاعي. أي. ومن التجربه نفسها. ما لما تكون بتعمل 100 اوردر في اليوم غير لو بتعمل 100,000 اوردر في اليوم غصب عنك. هي الارقام كانت كده 100,000 اوردر في اليوم؟ مش هينفع اقول ارقام، ولكن كانت ارقام كبيره جدا. طبعا فانا يعني زي ما بتقول حسيت احساس المؤسس، رغم ان انا يمكن ما كنتش مؤسسه غير في مصر. أي. ولكن الواحد حس الاحساس. لما جم يبيعوها رجعوا لك، كان لك راي ولا ما كانش لك؟ لا ما كانش. الموضوع كان اكبر من كده يعني. صراحه اتضايقتي ولا حسيت انها هتديكي بدايه جديده؟ الحقيقه اتضايقت الاول شويه، لان احنا كنا بقالنا خلاص سنين بنتنافس. أي. مع بعض، فان احنا فجاه نبقى شركه واحده. ناس كتيره كانت زعلانه. انت استمريتي بعد دمجهم ولا خلاص؟ استمريت شوية. بعدين في 2020 قبل كوفيد على طول، سبحان الله يعني، كنت حسيت ان خلاص يعني الواحد اتعلم كتير قوي، وبدأ يحس ان انا مش بتعلم زي الاول. في نفس الوقت حسيت ان انا اديت كل اللي عندي، وكنت عايز اعمل حاجة مختلفة. ايه اللي وداك للطلبات؟ انا مروحش طلبات في الاول. أيوه. انا الاول قعدت سنه كامله انا بشتغل في مشاريع صغيره، بفكر عايز اعمل ايه. طبعا كوفيد حصل، فبرضه ده هدى الدنيا شويه. بس كنت مستمتعه ان انا واخده استراحه يعني. جوزتي. من الشغل. اتخطبت ساعتها وجهزت الجواز. كنتوا بتحبوا بعض قبلها 10 سنين يعني؟ ما كناش بنحب بعض 10 سنين. بس كنا نعرف بعض 10 سنين. بس كنت لسه مش عارفه بالظبط انا عايز اعمل ايه، ودي حاجه برضه عايزه اقولها للناس، عادي انك تبقى مش عارف انت عايز تعمل ايه. القصه دلوقتي لذيذه جدا وانا بحكيها، ولكن خلال السنه انا فكرت كتير، طب اعمل ده. طب وكنت خبطت، ممكن تكون عملت حاجه صغيره وما نجحتش يعني. كل ده وارد فعلا. دي حقيقه.